الخير جمهور اليوم السابع، اهلا بيكم في لايف جديد من داخل صاله التحرير. هيكون معاكم في اسلام السعيد من قسم الاقتصاد مسؤول ملف الاسواق. الحقيقه النهارده هنطرح طرح مهم جدا بعد اسبوع من الارتفاعات في المبيعات في اسعار الذهب نتيجه ارتفاع الطلب عليه خارجيا نتيجه اضطرابات كتير شهدها الاقتصاد العالمي، ومع هنا في مصر مع بدايه تخفيف الاجراءات الاحترازيه وزياده عدد ساعات العمل بالمحلات لحد بتوصل للساعه 9 مساء. ده هيبقى ليه تأثير واضح جدا على مبيعات الذهب المتراجعة بشكل كبير جدا من بداية 2020. فترى يعني مع زيادة الإقبال أو زيادة الطلب على الذهب في مصر، يا ترى هيكون إيه وضع المبيعات في الفترة اللي جاية؟ وحابين برضو نتعرف على نصائح الشراء، هل لو الأيام اللي جاية هتشهد زيادة في الإقبال على المحلات أو زيادة في الشراء، هل في نصائح معينة علشان المواطن يقدر يفرق بين الذهب السليم أو الذهب غير السليم؟ كمان مع انتشار دعوات او بعض عمليات النصب اللي بتتم على صفحات الفيسبوك وعبر الانترنت من خلال شراء مشغولات ذهبيه وبتطلع غير حقيقيه، محتاجين نعرف بعض النصائح للشراء وازاي نفرق بين الذهب الحقيقي والذهب المزيف. هيكون معانا للتعليق والتوضيح في الملف ده ناجي بيه فرج، هو مستشار وزير التموين لصناعه الذهب وعضو مجلس اداره شعبه المعادن الثمينه في الغرفه التجاريه. اهلا بيك يا ناجي بيه. اهلا يا فندم، اهلا بحضرتك. اهلا بيك. يعني حابين اولا تطلعنا على وضع السوق دلوقتي، الاسعار عامله ايه وتوقعاتك ايه للمبيعات الايام الجايه مع تخفيف الاجراءات الاحترازيه؟ هو الاسعار وصلت القمه هذه الايام، لم تصلها من قبل. فالذهب ويت الذهب وصلت حوالي 1780 دولار هذا الاسبوع، وده انعكس محليا ان الذهب قارب ال 800 جنيه الا جنيهات قليله، وده سعر لم يسجله الذهب طوال ال 20 سنه الماضيه، ويعتبر من اعلى الاسعار اللي وصل ليها الذهب في الفتره ديت. اما بالنسبه للمبيعات فطبعا مبيعات الفتره الماضيه تعتبر منخفضه جدا جدا، والاقبال في ظل طبعا قفل المحلات كان يعتبر متوسط، ونتوقع الفتره القادمه ان شاء الله انتعاش في سوق الذهب، وان فتره يكون تعويضيه عن فتره الكساد الماضيه نظرا لفتح جميع الانشطه التجاريه اللي هينعكس بدوره طبعا بشده على صناعه الذهب. مع تخفيف الاجراءات يا فندم، هل تتوقع ان يبقى في اقبال للشراء الفتره الجايه؟ ومن المتوقع ايضا ان الذهب اتفضل. الو، بتكلم على تخفيف الاجراءات، يعني مع تخفيف الاجراءات وزياده عدد ساعات العمل في المحلات، هل تتوقع ان يبقى في اقبال؟ اكيد طبعا هتزيد المبيعات بنسبه كبيره جدا وترجع للحجم الطبيعي بتاعها، لان احنا يعني كان لينا مبيعات سنويه، وهي كميه مدموغات في مصلحه الدمغه والموازين التي تعادل 60 طن سنويا من المشغولات عيار 21 بخلاف ال 18. فالمواطن المصري بيقبل على شراء الذهب، خاصه ان الذهب بيعتبر من افضل الاوائل الاستثماريه، حيث ان يعتبر زاد من اول السنه من اول يناير لغايه الشهر القادم حوالي 37%، ودي زياده لا يستهان بها. احنا ابتدينا اول السنه سعر الهويه 1200 دولار، حاليا قاربت ال 1800 دولار، ومن المتوقع ان مزيد من الارتفاعات في الفتره القادمه، ولان ما زال الاقبال عالميا على الذهب، صناديق الاستثمار العالميه ما زالت تلجا الى تخزين الذهب كمخزن قيمه وكملاذ امن في ظل اجتياح ازمه. لو يعني حبينا نوجه بعض النصائح للمشترين، يعني حضرتك بتقول ان هيبقى في اقبال وفي ناس هتبدا تنزل تاني للمحلات للشراء، هل في نصائح معينه بتوجهها علشان ما يحصلش عمليه نصب، او ازاي يفرق بين الذهب الحقيقي والمزيف؟ حضرتك لما بتشتري منتج بتشتريه من التوكيل بتاعه، فاحنا طبعا بننصح عامه المواطنين لازم يشتري من محل معتمد وياخد فاتوره تفصيليه فيها الميزان وفيها كافه التفاصيل بحيث يمكن الرجوع اليه، وده مهم جدا جدا. وننصح بشراء المشغولات ال 21 اللي هي الشعبيه، لان اجارها بتبقى بسيطه جدا، واللي يشتري اي حاجه بحجاره
لازم يشتريها من شركة معتمدة ليها بتعتمد شغلها، بحيث ان هو لما يجي يرجع المنتج يرجعه وما يخسرش حاجة. وده كلام مهم جدا جدا، لازم يشتري من حد يكون عارفه كويس جدا. وده كان اسلوب موجود زمان، ان اسلوب ان كل اسرة ليها جواهرج بتاعها، وده اسلوب جيد جدا. انما ما يشتريش سلع قيمة عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي، الكلام ده خاطئ جدا وكلام بيؤدي الى مشاكل كتير جدا جدا. هل رصدتوا باي مشكلات او بلاغات جات لكم من عمليات شراء تمت من على أكيد الانترنت؟ اكيد كتير قوي. لمصلحه الدمغه لسياده اللواء عبد الله بلاغات كتير جدا جدا، بيشتروا منتجات عن طريق النت. اول حاجه انت ما تقدرش ترجع للبائع، تاني حاجه ان انت بتاخد مشغولات عيارها اقل من العيار القانوني ودمغتها مش مظبوطه، فده بيؤدي لكثير من المشاكل. انت بتشتري منتج غالي الثمن، يبقى لازم اشتريه من المنتج من مصدر مضمون، وده شيء مهم جدا جدا بحيث يمكن الرجوع اليه. وخاصه ان احنا في المرحله القادمه مصلحه الدمغه والموازين اعتمدت شركه لتطبيق نظام تكويد الذهب والغاء الدمغه التقليديه، وده هيؤدي الى الغاء الغش تماما. ولان دايما نظام التكويد الذهب هو ده بمثابه شهاده منشا لكل مشغول، متى تم دخوله الدمغه وعياره ايه ومين اللي دمغه ووزنه، وده هيؤدي الى طفره في صناعه الذهب في مصر. يعني التكويد ده هيبقى شكله عامل ازاي؟ هل هيبقى كل عيار ليه باركود معين، ولا التكويد هيبقى شكله عامل ازاي فعلا؟ الباركود ده نظام حفر على المعدن بالحفر بالليزر، وفي دول كتير قوي اتبعت هذا النظام وناجحه فيه جدا، وهو لا يشوه المنتج وليس له، ويقرأ بالأجهزة الحديثة. وده نظام فعال جدا جدا خاصة في منع غش الذهب، وخاصة ان لا يمكن تقليده بأي حال من الأحوال. مهم جدا، احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا، وانتظرونا في لايفات جديدة ومتابعات جديدة من داخل صالة التحرير اليوم السابع. ألف شكر.